يعني خليني اقول حضرتك الفرق طبعا ما بين التعاطي والادمان. التعاطي اللي انا باخد مخدرات على فترات متفرقه، اما الادمان بمعنى ان انا يعني معتمد نفسيا وجسديا على الماده المخدره. بالمناسبه احنا حتى الان في هذا العام جالنا ما يقرب من 116 الف مريض ادمان خدوا خدمات العلاج مجانا وفي سريه كامله. من اكثر المخدرات انتشارا ما بين مرضى الادمان مخدر الحشيش، يلي الهيروين، يلي الترامادول، وبعد كده المخدرات التخليقية زي الشابو. الحقيقة اللي يعني سبب أساسي في تغير يعني نمط الجريمة المجتمعية المتعارف عليه. إيه هو ممكن تقول لنا وخطورته إيه الشابو ده؟ الشابو ده الحقيقة أو الكريستال ده من المخدرات المنشطة. تأثيراته بتبقى على المستوى العدواني كبيرة جدا، ان هو بيزود السلوك العدواني، بيزود ما يسمى بالهلاوس السمعية والهلاوس البصرية، بيخلي الشخص عنيف بشكل كبير جدا. في نفس الوقت تأثيراته الصحية في غاية الخطورة. هو بيدمر خلايا المخ، ليه تأثيرات خطيرة جدا على الكبد وعلى الكلى، حتى كمان تآكل الأسنان هو كمان من ضمن اعراضه تاكل الاسنان. لكن احنا طبعا التاثيرات الطبيه مقلقه جدا، ولكن التاثيرات على المستوى السلوكي وعلى مستوى الجزء النفسي بالنسبه لنا في غايه الخطوره. هو بيوصل مريض الادمان او المدمن او المتعاطي ان هو ممكن يعمل حادثه بدم بارد زي ما حضرتك كده اشرت بحادثه التعليق. طيب استروكس والافيون خطورتهم ايه؟ طبعا الاستروكس ايضا من المخدرات التخليقية، والافيون يمكن مش منتشر بشكل كبير وفقا للبيانات اللي واردة في الخط الساخن. احنا عندنا من اكتر المخدرات المنتشرة هي مخدر الحشيش، وبالمناسبة احنا بنقول ان هو رقم واحد ما بين مرضى الادمان والمتقدمين للعلاج، وده بيقول لنا ان الحشيش بيحدث اعتمادية، لان في ناس كتيرة جدا بتاخد مخدر الحشيش وبتقول والله انا ممكن ابطله في اي وقت. لكن احنا تقريبا عندنا ما يقرب من 50% من المتقدمين للعلاج عندهم مشكله كامله مع اعتماديه مخدر الحشيش. لا يعني بيتعاطاه ما بيقدرش يبطله؟ بالظبط كده، عنده اعتماد نفسي كامل على الحشيش وبياخده بشكل مستمر بدرجه بتصل الى مرحله الادمان، وهنا بيبقى محتاج تدخل طبي وتاهيلي ونفسي. تأثيره إيه على المتعاطي اللي بيتعاطى الحشيش؟ خطورته إيه على المتعاطي؟ من أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. إحنا في بحث عملناه في أحد المؤسسات العقبية، وهي مؤسسة عقبية للأحداث، لقينا إن 72% من الجرائم اللي كانت ارتكبت من جانب الأحداث ارتكبت تحت تأثير مخدر الحشيش. وده بيقول لنا قد إيه إن الحشيش ليه تأثيرات كبيرة جداً. تأثيرات الحشيش على الجزء النفسي في غاية الخطورة، ارتباطه بالعديد بالأمراض النفسية في غاية الخطورة، ارتباطه كمان بحوادث الطرق، ان هو النهاردة بيخلي الشخص عنده عدم قدرة على إدراك المكان وإدراك الزمان وما إلى ذلك، وبالتالي